هنالك سؤال طرحته قبل فترة على نفسي، وهو: هل يمكن أن يكون مالك بن كعب ملك الأزد أو ملك أرض الأزد هو نفسه شخصية مالك بن فهم؟ بطبيعة الحال هناك عدة تساؤلات أو عدة ارتباطات. الأولى هي أن ما شخصية مالك بن كعب الأزدي الذي نزح إلى الشمال وصارت ما بينه وما بين الملك شمر يهرعش، وهو طبعا ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت أو يمنات، هذا الرجل صارت ما بينه وبين هذه الشخصية مطاردة وملاحقة، وكانت الممالك في ذلك الوقت تتحارب في جنوب شبه الجزيرة العربية. لذلك ذكرت هذه الشخصية في نقش من النقوش التي عثر عليها في اليمن، وهو الآن موجود في المتحف الوطني اليمني. لكن هنالك عدة ارتباطات ربما، أو سؤال، تساؤلات، بما معنى أن هذا الملك طارد، اللي هو الملك شمر يهرعش طارد مالك بن كعب الأزدي، وطارده إلى مناطق إلى شمال شبه الجزيرة العربية. كذلك يوضح لنا هذا النقش أن هذا الملك شمر يهرعش تحرك إلى بلاد فارس مرتين، وتحرك أيضا إلى بلاد تنوخ أو مملكة تنوخ التي كانت عبارة عن اتحاد لقبائل العربية. وفي ذلك الوقت يقال أيضا، طبعا هذه المملكة امتدت من شمال شبه الجزيرة العربية ووصلت إلى مناطق أو أجزاء في جزء أجزاء بسيطة في شرق شبه الجزيرة العربية. الروايات التاريخية تقول لنا أن مالك بن فهم وصل إلى وسط شبه الجزيرة العربية، ثم اتجه بعد ذلك إلى عمان. ولكن هذه الشخصية، يعني هل يمكن أن يكون شمر يهرعش عندما بدأ يقوم بحملاته هذه، ربما هي حملات توسعية وأيضا هي مطاردة وملاحقة لمن؟ لأولئك الذين كانوا أعداء له في الممالك التي كانت تتحارب فيما بينها. يعني مالك ابن كعب الأزدي، أين اختفت هذه الشخصية؟ طبعا ذكرت في هذا المكان، أو ذكرت عفوا في هذا النقش، ولكن أين اختفت تاريخيا؟ هو أمير من أو ملك من ملوك الأزد، أين اختفت هذه الشخصية؟ هل يمكن أن الإخباريين لم يستطيعوا أن يأتوا بخبره؟ هل يمكن أن نقول أن هذه الشخصية بعد أن وصلت إلى شمال شبه الجزيرة العربية، يعني هذا الشخص أو هذا الملك مات في الطريق، أو ما الذي حدث بالضبط؟ لا يمكن لملك من ملوك الأزد وهو بقيادة جيش واتجه إلى شمال شبه الجزيرة العربية من الجنوب، وكان يلاحقه الملك شمر يهرعش إلى هذه الممالك عفوا إلى هذه المناطق في شمال شبه الجزيرة العربية. هناك ارتباطات لابد أن نوضحها، بما معنى أن ربما يكون أن مالك بن كعب هي نفسها شخصية مالك بن فهم الذي لجأ إلى مملكة تنوخ، أسس هذه المملكة، ثم اتجه إلى شرق شبه الجزيرة العربية لتحدث معركة ما بينه وما بين الفرس. ربما تساؤل، سؤال مطروح لعلماء الآثار والمؤرخين الذين يهتمون بهذه الفترة من الأحداث التاريخية في شبه الجزيرة العربية. ولكن هناك عدة إشكالات. الإشكال الأول ربما هو الاسم. الإشكال الثاني هي أن الملك شمر يهرعش حكم في الفترة ما بين 275 إلى 300 بعد الميلاد، ولكن في المدونات التاريخية وكتب الإخباريين التي جاءت بأن أو قالت بأن مالك بن فهم وصل إلى عمان في سنة 86 ميلادية. إذن هنالك تناقض ما بين هذا التاريخ، أيهما أصح؟
وأيهما ثابت تاريخيا. طبعا إذا تحدثنا طبعا لا حتى الآن لا نعرف ما هي الحقيقة حول هذه الشخصية، هل هما شخصيتان منفصلتان أم أن الاسم هو نفس الاسم، ولكن عندما ذهب إلى شمال شبه الجزيرة العربية تغير اسمه من مالك بن كعب إلى مالك بن فهم ملك الأزد. ربما تكون هذه إحدى الإشكالات. هذا عبارة عن تساؤلات، لسنا متأكدين من هذه المعلومة أو لست متأكدا منها، طبعا يحتاج لها بحث، ولكن الذي أكد لأنها جاءت من مصدر رئيسي وهناك تقارب كبير جدا ما بين الشخصيتين. شخصية مالك بن كعب ملك الأزد الذي طرده شمر هرعش اختفت ولم تذكر تاريخيا، ظهرت شخصية فجأة ألا وهي شخصية مالك بن فهم ملك الأزد. فهنا أيضا إشكال في الاسم، إشكال في المرحلة التاريخية أو الفارق التاريخي. الإخباريين جاءوا باسم آخر، النقش هذا النقش الذي ذكر فيه مالك بن كعب وشمر هرعش يأتي في الفترة ما بين 275 إلى 300 بعد الميلاد، أي بعدها بسنوات. إذن هل يمكن نعيد ونطرح هذا السؤال، هل يمكن أن تكون شخصية مالك بن كعب ملك الأزد هو نفسه شخصية مالك بن فهم؟ أتمنى أن أجد إجابة من المتخصصين من الأكاديميين وعلماء الآثار والمؤرخين.